هدوء حذر هنا واشتباكات هناك، الهدوء في منطقة أم درمان في مناطق كثيرة ومتعددة، أما الاشتباكات فهي تدور في هذا التوقيت في منطقة الخرطوم البحري، ربما تكون في الحلفاية والدروشاب وهي مناطق الخرطوم البحري. في أم درمان الهدوء نسبي وحذر للغاية، وربما هو يكون يعني من أكثر الأوقات توفرا لدى المارة ولدى من يخرجون إلى الشوارع. الاشتباكات كانت يعني في الفترة الصباحية في منطقة الخرطوم تحديدا في إطار محيط القيادة العامة وكذلك محيط القصر الجمهوري. قبل ساعات من الآن أيضا دارت اشتباكات في منطقة الخرطوم في العاصمة، تحديدا هي واقعة يعني في منطقة المنطقة الصناعية بالخرطوم. الآن الهدوء في أم درمان، يعني أم درمان لا تشهد اشتباكات كثيرة أو هي محتادة، دائما ما تكون في إطار محيط الإذاعة والتلفزيون والذي يتواجد أو الذي تتواجد فيه قوات الدعم السريع، وبين وقت وآخر نستمع للمضادات، مضادات الطيران من قبل قوات الدعم السريع وتحليق الطيران، طيران الجيش السوداني. كيف تأثر الوضع الإنساني عند هذه الدرجة؟ والآن مصطفى كيف تبدو أيضا عمليات إجلاء المواطنين والممرات الآمنة لخروج المحاصرين وعمليات إجلاء البعثات الدبلوماسية ورعاية الدول الأجنبية؟ محمود يعني تبقى المعاناة الإنسانية متشابهة وفي غاية الصعوبة والتعقيد. الناس هنا يصفون ما يجري بالمساوئ، يتكبدون مشاق كبيره في سبيل تامين حياتهم في ظل تعطل معظم المرافق الطبيه والخدميه والتجاريه وغيرها، وهو التحدي الاكبر بالنسبه للناس هنا، يعني صعوبه الحصول على الاحتياجات من خلال المحال التجاريه والتي البعض منها مغلق والاخر يعمل، لكن يشهد ندره في توفر السلع، وان وجدت هي يعني تكون في غاية الغلاء الذي وصف بالجنون، مما يزيد وطأة الأحداث والخوف لدى المواطن داخل العاصمة القومية الخرطوم بمدنها الثلاث. التحديات كبيرة تواجه عمل المستشفيات المختلفة، خاصة بعد خروج أعداد كبيرة من المستشفيات، وأنا هنا أتحدث عن المستشفيات التي يعني هي موقعها الجغرافي بالقرب من الاشتباكات مثل مستشفى الخرطوم وأيضا المستشفيات المجاورة لها. الهدنة مستمرة في اليوم الثاني، لكن أيضا الاتهامات طبعا متبادلة كما نعلم من خلال البيانات التي تأتي تباعا بشأن اختراق الهدنة من قبل القوات المسلحة وأيضا من قبل قوات الدعم السريع. اليوم هو بداية الأسبوع الثالث لهذه المواجهات مصطفى، ما هي سيناريوهات التصعيد أو التهدئة المحتملة لما ستحمله الأيام القادمة، خصوصا مع إشارة مبعوث الأمم المتحدة إلى أن هناك لمس انفتاح على الحوار من قبل طرفي الصراع؟ ما هي مظاهر هذا الانفتاح وفرص عودة الطرفين للتفاوض أو للمسار السياسي؟ طبعا محمود حديث كثيرة يثار فيما يخص يعني التفاوض وجلوس طرفي الصراع والاشتباكات في السودان من خلال القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، لكن في ظل هذه الأحداث وفي ظل هذا التوقيت أيضا الوضع يشهد تبادل لإطلاق الرصاص، فلا أحد يعلم السيناريوهات المتوقعة، خصوصا يعني في حالة النفي وأيضا حالة القبول من طرف ونفي الآخر بما قدم وبما طرح، مبادرات عديدة ووساطات محلية ودولية وإقليمية بشأن وقف إطلاق النار. الجميع يعني من خلال الوساطات والمبادرات يشددون على ضرورة وقف إطلاق النار وكذلك يدعمون الهدنة الخامسة، لكن الأسئلة يعني تأتي تباعا وتجعل مجموعة كبيرة من الناس هم في حيرة من أمرهم، إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ إلى متى ستعود الحياة بطبيعتها تحديدا في العاصمة القومية الخرطوم بالمدن الثلاث؟ بعض الولايات والعديد من الولايات
تشهد استقرارا كبيرا من خلال توفر الخدمات داخل العاصمة القومية الخرطوم بالمدن الثلاثة المختلفة، الخرطوم والخرطوم بحري وأمدرمان، انقطاع للتيار الكهربائي، أيضا رداءة الاتصالات، تحدثنا عن شبكات شبكات الاتصالات، وأيضا تقطع الإنترنت من فترة إلى أخرى.